حمص حمص القديمي حمص طالت المياه تطلق الصواريخ. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر قصر حمص القديمي الله أكبر صواريخ الميخ الله أكبر قصر حمص القديمي طالت الميخ حسبي الله ونعم الوكيل تدمير حمص. الله أكبر. 29/11/2012 مدينة طفس حرق المنازل بعد اقتحام الأمن والجيش لها. الجيش الحر في الغوطة الشرقية الاستيلاء على مطار حوامات، وها هي الطائرات التي كان يقصفها، والحمد لله فضل الله قد دمرت، فضل الله تعالى قد دمرت هذه الطائرات.